قالت الهيئة العامة للسلع التموينية بمصر اليوم إنها ألغت مناقصة دولية لشراء كمية لم تحددها من القمح من موردين عالميين للشحن بين 23 من نوفمبر والثالث من ديسمبر، وأضافت أن المناقصة ألغيت بسبب ارتفاع الأسعار المعروضة التي لا تتفق مع اتجاه الأسواق الدولية، وتسعى القاهرة لتعزيز مخزونها من السلع الزراعية في ظل ارتفاع الطلب العالمي وصعود الأسعار المتوالي. يذكر أن مصر هي أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، وتخصص الحكومة الخبز المدعم لـ60 مليون مواطن في إطار برنامج الدعم الذي تسعى الدولة تدريجيا إلى نعم. إذا معنا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي. أستاذ علاء برحب بك. أهلا وسهلا. يعني ما أعلمه، لأنه من وقت لآخر بنقرأ يعني أخبار مثل هذه، ولما كنا بنستضيف مسؤولين في الزراعة أو يعني على علم بالملف بيقال إن ده ما فيهوش أي مشكلة، لأنه مصر بتطلب أحيانا مبكرا عما تحتاجه وأحيانا أكثر مما تحتاجه علشان لا يتم ابتزازها او لا يتم يعني فرض سعر معين عليها. هل بينطبق هذا الموضوع على هذا الحال، ولا ممكن يكون عندنا مشكله بسبب عدم التعاقدات او يعني تاخير التعاقدات؟ لا، في الحقيقه ان بالنسبه للتعاقدات اللي اتلغت النهارده المناصل، لان كانت الاسعار اغلى من 20 الى 24 دولار زياده عن توقعه مصر. مصر بتستورد تقريبا 10 مليون طن، وكاد يكون مصر هي المستورد الاول في العالم بتتنافس مع الصين. يعني 10 مليون دولار لما بيكون في فرق بس 20 دولار، يعني دي فرق 200 مليون دولار في بند واحد اللي هو بند القمح يعني. فعامة هي الحكومة المصرية محتاجة ان يكون في مرونة في جهتين. أول حاجة تكون متابعة للأحداث اللي بيحصل في السوق، لأن في مشكلة بالنسبة للقمح في أمريكا وفي الاتحاد الأوروبي وفي روسيا، ومتوقع أن الكمية تقل شوية عشان كده في زيادة في الأسعار. النقطة الثانية أن الحكومة المصرية الان في خبرات ماليه مصريه كبيره، ممكن تستخدم خبرات دوليه، ممكن تشتري من عقود الاجل، يعني تشتري حاجه بيسموها مشتقات واوبشن وفيوتشر يعني. فبالتالي مش لازم تشتري شراء مباشر، يعني تقدر تشتري خاصه بورصه شيكاغو او البورصات الصناعيه اللي موجوده في كبار البورصات العالميه. يمكن من اكثر الملفات الاقتصاديه الملحه اللي بنسمع عنها يعني منذ عشرات السنين فكرة محاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وقد إيه كون مصر أكثر الدول استيرادا للقمح ده بيشكل عبء على موازنتها العامة. لكن بيظهر الكلام من وقت لآخر إنه سنزرع كميات أكبر، سنقلل الفجوة بين المعروض والطلب، لكن حتى الآن ربما لا يحدث ذلك أو لا يحدث حتى بالشكل المرضي على الأقل. من وجهة نظرك مصر محتاجة إيه علشان تقلل هذه الفجوة؟ هل توسع في الزراعة؟ هل تطوير بعض السلالات علشان تدي أقماح أكتر؟ كل ده بنسمعه لكن على أرض الواقع ما بيحصلش. الحقيقة إن مصر تاريخيا ما تقدرش تكتفي من القمح، خاصة في ظل النمو الكبير بالنسبة لعدد السكان، وإن مصر بتستفيد اقتصاديا بصورة أكبر إن هي بتزرع محاصيل فواكه وبتزرع بعض المحاصيل الأكثر اقتصاديا. يعني ده كما كان زمان كان طن الارز بيكون بيساوي 3 طن قمح يعني، فكانت من الاجدى ان يكون في زراعات كده يعني. لكن كان كثيف استخدام للميه مثلا، فتم التراجع بعد كده عن تصديره اصلا. تم التخفيف بالنسبه لكثيفه الميه زي الرز والموز والقصب السكر يعني. لكن في الحقيقه هي ممكن يكون توليف. اول حاجه مصر قللت الفقد في الاستهلاك من خلال تنظيم منظومه الخبز واللي ابتدت كليات في مصر كلها من 2014 يعني، وان مصر وفرت حوالي 2 مليار دولار بالنسبه لمنظومه الخبز، ودي منظومه اشاد بها البنك الدولي يعني. ثاني حاجه ان الامر بيكون في خلط بعض الارز بعد دي الذره مع دقيق القمح على اساس تعمل توليفه تحد قليلا من الواردات المصريه يعني. ربما هو ده بيحتاج ان يكون في وعي اكثر بالنسبه للناس في التقليل من النشويات، لكن دي ثقافه الاكل بالنسبه للشعب. محتاجه وقت طويل جدا عشان تتغير، من الصعب الغائها يعني، لكن ممكن تعديلها قليلا. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي.